استعراض المباريات والوقت طبعا ضيق جدا، لكن عندنا النهارده مجموعه من المباريات الكثيره في التصفيات الافريقيه والاوروبيه والاسيويه المؤهله لكاس العالم. نبدا مع بعض التصفيات الافريقيه لكاس العالم، وفي اربع مباريات انتهت جميعها منذ قليل. تونس كسبت زامبيا في زامبيا 2-0، ملاوي كسبت على ارضها موزمبيق 1-0، تنزانيا كسبت مدغشقر 3-2، واثيوبيا فازت على زيمبابوي 1-0. ايضا في ثلاث مباريات هتتلعب بعد نهايه الحلقه مباشره الساعه 6 بتوقيت القاهره. غينيا الاستوائيه هتستضيف موريتانيا، كاب فيردي اللي هو الراس الاخضر هتستضيف نيجيريا، الكونغو برازافيل هتستضيف السنغال. الساعه 9 وفي ختام المباريات في بوركينا فاسو هتستضيف الجزائر، ولكن المباراه هتتلعب في المغرب نظرا ان بوركينا فاسو ملاعبها غير مؤهله وجاهزه لاستضافه التصفيات. انجولا ايضا هتستضيف ليبيا، ودي مباراه تهمنا بالتاكيد لان الفريقين معانا في نفس المجموعه. وفي الختام السودان هتستضيف غينيا بيساو الساعه 9. نروح بسرعه بقى للتصفيات الاوروبيه لكاس العالم. الساعه 6 اذربيجان هتستضيف البرتغال، فرنسا الساعه 9 الا ربع هتستضيف فنلندا، وهولندا هتستضيف ايضا في نفس التوقيت 9 الا ربع هتستضيف تركيا. التصفيات الاسيويه في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشره، يعني بدات منذ لحظات مباراه الصين واليابان، وهي مباراة مهمة جدا اليابان خاصة بعد ما خسرت من عمان في الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء. الساعة 6 في مباراتين، عمان هتلاعب السعودية وسوريا هتلاعب الإمارات، وفي الختام الساعة 8 العراق هتلاعب إيران. دي مجموعة مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية والآسيوية والأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.